مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل، من خلاله هنتعرف على اداء البورصه المصريه، اسواق المال الخليجيه والعالميه، بالاضافه لحركه الاقتصاد العالمي والمحلي. دعونا نبدا من البورصه المصريه التي عززت مؤشراتها المكاسب مدعومه باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربيه والاجنبيه، بالاضافه الى المستثمرين الافراد المصريين، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحليه والمستثمرين الافراد الاجانب والعرب نحو البيع. وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 51 مليار جنيه لينهي التعاملات عند 2,121,000,000,000 بعد تعاملات كلية بلغت بنحو 68.8 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 قفز بنسبة 3.83% ليصل الى مستوى 30,347.3 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.13% ليصل إلى مستوى 6,940.6 نقطة. وبالطبع امتدت الارتفاعات إلى مؤشر الأوسع نطاقا اي جي اكس 100 الذي زاد بنحو 2.32% من قيمته ليصل إلى مستوى 9,868.8 نقطة. أما في منطقة الخليج العربي فقد أغلقت معظم البورصات على انخفاض وسط تصاعد التوتر في المنطقة مع تفاقم المخاوف من توقعات اقتصادية قاتمة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، وذلك بعد أن أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة العقارات China Evergrande Group، مما يزيد من حدة أزمة العقارات في الصين والتي ربما تنتقل إلى الخارج أيضا. وقد تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي ب 2.2% متأثرا بهبوط سهم مصر في الراجحي ب 2.7% وهبوط سهم شركة أدس القابضة لخدمات الحفر 10%. في أبو ظبي تراجع المؤشر ب 3%. وتخلى المؤشر الرئيسي لبورصة دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض ب 1% متأثرا بتراجع سهم أكبر بنوك الإمارة بنك الإمارات دبي الوطني ب 8%. المؤشر القطري خسر 4%، مع هبوط سهم صناعة قطر للبتروكيماويات ب 2.3% من قيمته. وننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بورصة وول ستريت، حيث جاء أداء المؤشرات الرئيسية ضعيفا في بداية جلسة اليوم الثلاثاء وسط عكوف المستثمرين على تقييم نتائج أعمال متباينة من شركات عريقة مثل يونايتد بارسل سيرفيس وجنرال موتورز، مع ترقب تقرير هام بشأن الوظائف لاستقصاء مؤشرات بشأن مدى قوة سوق العمل. المؤشر داو جونز الصناعي هبط بنسبة 9% وفتح 9%، وافتتح المؤشر ستاندر اند بورس 500 منخفضا بنسبة 4%. المؤشر النزداك المجمع هبط بنسبة 15% من قيمته. في أوروبا ارتفعت الأسهم ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات لتبلغ أعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب حققها وول ستريت الليلة الماضية مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أسبوع يعج بالتطورات الهامة بالنسبة للأسواق. المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد ب 2%، زاد المؤشر كاك الفرنسي 40 ب 1%، مدعوما بارتفاع سهم رينو ب 1.8% بعد أن تخلت شركة صناعة السيارات عن خططها لطرح وحدتها للسيارات الكهربائية، عازية ذلك إلى الأوضاع الباهتة لأسواق الأسهم. وفي الصباح الباكر في بالنسبة للقاهرة طبعا في بورصة طوكيو، أغلق المؤشر النيكاي القياسي الياباني مرتفعا اليوم، إذ اختفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الحذر قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي أو الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة حد من هذه الارتفاعات. المؤشر النيكاي صعد ب 0.11% مبتعدا عن أعلى مستوياته في وقت سابق. كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، بينما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسب المبكرة ليغلق منخفضا ب 1%.
مزيد من التحليل أداء البورصات المصرية والخليجية والبورصات العالمية وأخبار الاقتصاد معي عبر الهاتف الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أستاذ محمد تحياتي وأهلا بك. أستاذ محمد أهلا بالتأثير أستاذ حسام، أهلا بحضرتك. أهلا بيك سعيد قناة النيل الأخبار. يعني جلسة النهاردة كانت قوية والمؤشر الرئيسي تعدى 30,000، مؤشر السبعيني والمؤشر المئة مرتفعين بشكل كبير، وعلى ربما على عكس العالم تقريبا البورصة المصرية هي الوحيدة المرتفعة. إلى يعني في البداية تحليلك لجلسة النهاردة ولماذا هذا الاختلاف عن بورصات العالم؟ اولا يعني البورصه المصريه بتحافظ على اتجاهها الصاعد بقالنا 19 شهر تقريبا، من منتصف 2022 سنه ونص، وبدانا دلوقتي في السنه الجديده صعود متواصل، فالاتجاه الصاعد محافظ على استمراريه الاتجاه، تحليل فني بيقول كده، ومعدلات التضخم مخيفة بالنسبة للجميع في مصر وحول العالم. نعم. فالجميع شايف ان البورصات وهم هي يعني مساحة جيدة وآمنة والأفضل للتحوط ضد التضخم. يعني البورصة المصرية بتحقق مستويات قياسية كل يوم، امبارح المؤشرات حققت مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ البورصة، والنهاردة تاني، وكل يوم بتحقق مستوى تاريخي جديد. طبعا رقم 30,000 نقطة أول مرة البورصة المصرية تشوفه بتاريخها. برضو رأس المال السوقي زي ما حضرتك أشرت في المقدمة 2.2 تريليون جنيه، فطبعا ده رقم غير مسبوق في تاريخ البورصة المصرية. أحجام التداول أيضا في البورصة شهدت الأسبوع الماضي مستوى قياسي تاريخي 8 مليار جنيه في للتداول في جلسة واحدة. فبالتالي البورصة المصرية في مرحلة تاريخية، بنشهد دلوقتي دخول فئات جديدة من المستثمرين لم يسبق لها من قبل التداول في البورصة. الكل بدأ يعني يسمع عنها في الأخبار، مش بس الأخبار في البرامج الاقتصادية زي مؤشر النيل، وإنما حتى البرامج العامة وبرامج المرأة وبرامج الشباب بدأت تتكلم عن البورصة. فبالتالي في فئات كبيرة من المستثمرين بدأت تنضم للبورصة، وفي فريش ماني بيضخ من داخل مصر، ومستثمرين أجانب كتير بدأوا يلتفتوا للصعود التاريخي للبورصة المصرية حاليا. فبالتالي كل دي عوامل بتتشارك ان البورصة بتواصل الصعود، ومتوقع فيها ان هي تواصل الصعود خلال النص الاولاني من 2024. خلينا اسألك يا استاذ محمد، يعني يمكن من الملاحظ كده لو احنا رجعنا الاخبار، احنا بنتكلم ان المؤشر نيكاي اليابان احنا عارفين ان هي الوحيدة اللي عكس العالم كله ماشي على التيسير النقدي وليس التشديد النقدي، ومن الواضح ان يعني اداء الفدرال الامريكي كان بيدعم الدولار باي شكل من الاشكال، لدرجة انه هيسبب ازمة داخلية، والتوقعات بتقول ان شهر 4 احتمال يكون موجة تضخمية كبيرة جدا في امريكا في الولايات المتحدة الامريكية عامة وهينتقل للعالم كله. في رأيك هل هذه الأخبار صحيحة، وإلى متى يعني أو إلى أي مدى رأيت اتجاه الفدرال الأمريكي هل أضر بالعالم فعلا وبالاقتصاد العالمي؟ يعني لو احنا بنتكلم عن الحالة الاستثنائية في اليابان، فاليابان واجهت فترات سنوات طويلة من الانجماش، ويعني هي يعني يدوب بدأت يحصل فيها تحول في السياسة النقدية ليها، فهي من حقها طبعا، احنا بنتكلم عن حوالي 20 سنة، فمن الطبيعي ان هي يكون مختلفة شوية عن التوجه اللي بتتوجه ليه البنوك المركزية حول العالم. اما عن موجة تضخم متوقعة في الولايات المتحدة الامريكية، فانا يعني شايف ان الاحتمال ده ربما يكون مش احتمال كبير، يعني انا مش من المتوقعين او من المؤيدين لهذا التوقع. ليه؟ لان احنا شفنا ان الفيدرالي على مدار سنتين كاملتين واجه التضخم بقوة وبقرارات جريئة جدا لرفع معدلات الفايدة بمعدلات متسارعة، و
غير مسبوقه برضو على مدار 40 سنه في مواجهه التضخم، ونجح نعم. فعلا ان هو ينزل بالتضخم نعم. لمستويات مقبوله، لدرجه ان احنا بقينا دلوقتي بنتكلم عن اعتماد الفيدرالي ما بقاش بيبص على التضخم قد ما بيبص على تقرير الوظائف برضو زي ما حضرتك اشرت في مقدمه الحلقه. فبالتالي نعم. احتمالات ان يعود التضخم مره ثانيه للاقتصاد الامريكي احتمالات يعني مش كبيره، زائد ان اصلا يعني التوقعات بان الفيدرالي ربما يلجا للتيسير بدلا من التسجيل نعم. من الانكماش، فده هيبقى مرهون بمعدلات التضخم، واي ظهور لعوده تاني لمعدلات تضخم مرتفعه الفيدرالي اعلن اكثر من مره انه هيواجهها برفع جديد للفايده نعم نعم. فبالتالي هي المشكله اللي ممكن تواجه الاقتصاد الامريكي هي الانكماش او الانكماش نعم وليس التضخم نعم التضخم. نعم بشكرك استاذ محمد سعيد خبير اسواق المال، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وتحليلا لاداء البورصه المصريه انضم الي ايضا الاستاذ ايمن فوده رئيس لجنه اسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي. استاذ ايمن تحياتي واهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني كيف تابعت جلسه اليوم والصعود التاريخي فوق ال 30,000؟ الى متى تتوقع هذا الصعود؟ و يعني النقطة اللي جاية ايه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا النهاردة نقدر نقول ان الجلسة فعلا جلسة تاريخية جديدة للسوق المصري، احنا بنشوف ارقام جديدة على المؤشرات وعلى رأس المال السوقي وعلى قيم التداول. يعني النهاردة رأس المال السوقي يمكن وصل زي ما حضرتك تفضلت ل 2 تريليون و 121 مليون مليار نعم 2 تريليون و 121 مليار جنيه لأول مرة بمكاسب النهارده 51 مليار جنيه. المؤشر ال 30 والمؤشر ال 70 كلاهما حقق قمم تاريخيه جديده النهارده. يمكن نقاط الدعم بتاعتنا ارتفعت شويه، ونقاط المحافظه على الارباح ارتفعت لمستويات الدعم. يعني المؤشر ال 30 النهارده نقدر نقول ان الدعم بتاعه اصبح 29,500 ومستوى حمايه الارباح 28,600. نعم. نسبة المؤشر السبعيني أول دعم ليه 6,850 نقطة، ومستوى حماية الأرباح 6,720 نقطة. النهاردة احنا عايزين نقول ان برضو للسادة المستثمرين، وخاصة ان في شرائح جديدة دخلت البورصة في عام 2023 وبداية 24، برضو لسه ما عندهمش خبرة، فممكن نبص نلاقي في تباين في الأسهم أو في أداء الأسهم. في النهارده اسهم طلعت 20% لحد الاقصى للصعود، اسهم طلعت 10%، في تبادل ادوار ما بين الاسهم القائده وبعدها، لقينا اسهم في اسهم كتير من الاسهم القائده اللي كانت خامله او راكده خلال الفتره الماضيه بدات تشتغل. عايزين نقول للساده المستثمرين الجدد نخش في الاسهم اللي بتبدا صعود، يعني نخلي دايما المحافظ بتاعتنا تشمل على اسهم قائده دفاعيه نقدر ان احنا نسيلها في حاله اي هبوط او اي تراجع لجني الارباح او للتصحيح، ونقدر نستغلها او نستفيد بيها الاسهم تاني. تخفيض المارجن ده مهم جدا جدا، الكريدت والمارجن ان هو يتخفض في هذه الاونه، ولازم يكون في موجود نسبه سيوله كبيره او نسبه سيوله معقوله في المحافظ، يعني ما تسحبناش الارتفاعات ديت ان احنا نخلي السيوله بتاعتنا كلها جوه الاسهم نعم. على كون تحسبا ان احنا نشوف جني ارباح قريب او تصحيح قريب، نقدر ان احنا بالسيوله ديت نعمل متوسطات. طيب سريعا يا استاذ ايمن، يعني متى نشاهد الطروحات؟ والله هو الطروحات من المؤكد ان هي يكون لها نشاط اكبر في 2024 في اطار تنفيذ وثيقه ملكيه الدوله اللي نعم. احنا شفنا منها حاجات بسيطه خلال العام المنقضي 2023، فاكيد هنلاقي في استحواذات وفي طروحات حكوميه وزيادات راس مال كثيره خلال الفتره القادمه، وخاصه ان سعر الفائده في تزايد، والتمويل اصبح دلوقتي بقى مكلف جدا على الشركات، وبقى نعم. اسهل طريقه للتمويل عن طريق الطروحات والاستحواذات في البورصه. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ايمن فوده رئيس لجنه اسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي، اشكرك واشكر الاستاذ محمد سعيد خبير اسواق المال ايضا، كنتم معي لتحليل اداء البورصه المصريه والعالميه وحركه الاقتصاد العالمي، بشكركم شكرا جزيلا. وفي النهايه بشكر ايضا ضيوفي الاعزاء متابعي مؤشر النيل، بنعمل دائما مع البورصه المصريه لتحليل اكثر واقعيه.
في النهاية بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحياتي حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.